شوفي يا بالكم كان جو صوالح ما يخلصوش من الدنيا الشماطه ودقيوج اللي انت خام اليوم يا جدك دقيوج اسكت اللي انت خام يا خويا يا خويا هيا بنبي يخرج جلاوي لعبوا لي راك تكذب نظام يطور السلاح على مستعمر اليوم هذا يطور على نظام مستبد نظام متسلط من 62 وعجب الدوران تاعو تاع الفساد قاعد تدور عجب استعباده للشعب وسلبي لقرار الشعب كان تدور حاولنا على الاقل اليوم 22 فبراير عندما استطاع الشعب ان يستعيد الفضاءات العامه استطاع ان يستعيد عن طريق ما يعرف الاعلام الموازي وسائل التواصل الاجتماعي لانه الاعلام احنا شفناه بلي ما يغطيش وانتقائي جدا 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 وخان الامانه هذه كأمانة نقل الكلمه سرحيني ما درتهاش بالعاني سرحيني قبلت سقلا ولي فات كل شيء يا حبيبة قولي جوتام يا حبيبة قولي جوتام مقررين ولكن من أهم القضايا اللي قدرنا نتناولوها في الورشات وبكل حرية وبسقف عالي جدا من النقاش والاحترافية والموضوعية هو قضية مرتبطة جدا بفكرة الحق والحرية كمفهوم إنه الحق والحرية لازم يتركز قبل ما تكون عنده أداة قانونية تفرضه أو تكون ضابطة إنه تكون أداة لحمايته وليس لضبط المجتمع الحق والحرية القانون يوجد لحمايته لأنه كما قلنا هو يكرس في الدرجة الأولى قبل كيان السلطة وقبل الوسائل الرقابية على السلطة التي تنشأ لحماية هذا الحق والحرية فالسلطة دورها توفير لأنه هذا مش أمور الرفاهيات هي من الضروريات للإنسان للمجتمع البشري المجتمع الجزائري أنه يتطور أنه يتم صيانة الحق والحرية وتنمية شعور هذا لدى كل مواطن جزائري هذا هو اللي راح يسمح للمواطن الجزائري انه افاقه تفتح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقدروا انه الامه نتاعنا تزدهر كما نرجو جميعا الدوله واعره يا خويا يا خويا شلاغم اطوال يا خويا يا خويا وما ما نديروش التعويم والتعميم اكثر من 600 معتقل سلميين كلهم وما فيهمش واحد فقط ولا واحده من منطقه القبائل هذا يوم الانتخاب يوم الديمقراطيه مش تعقل التعليق فالموضوع هذا مهم بالنسبه لنا احنا راح ندافع على معتقلي الراي ومعتقلي الحراك لانه الهدف نتاع الحراك اثبت خلال 10 اشهر وكان امس من بين المنعرجات الكبيره تاع الحراك هو تمرير هذا اليوم الانتخابي بالنسبه لهم تمرير هذا اليوم الانتخابي بالنسبه لهم فكان حنا شفنا الحراك كيفاش تعامل بكل مسؤوليه بكل جديه ما كانش المثاليه اللي يطلبوا المثاليه ما يطلبوهاش من عندنا حنا وقلت لهم واحد النهار مهما راح يقارنوا الحراك حنا يشرفنا انه الحراك يقارنوه بالسويسريين وبالالمانيين وما يقارنوش بالسكتمبريين خلي خاوتنا يغيظهم الحال ويقول لك علاش شخص ودير تقول سكتمبريين لانه باش نقربوا الفكره للناس لا كاين نماذج تصفق للفساد وتصفق للنظام الاستبداد هذا ما راحش نقول لهم والله غير صحيح ويعطيكم الصحة ورانا مختلفين معكم في الراي مش بيه أنا مش كمان أقول أنا نحب الكلمة هذه الآية إلي ليلي فلا ما كان في الوسط لي بعيدة طيحت يعني قضية معتقلي الرأي والحراك والتي أخذت فيها كثير من الانطباعات الخاطئة منها والصحيحة الخاطئة منها أنه نوجه نقد احنا خلينا نكون لا ده أنه كائن البعض يقدر يكون متطرف في المتاجرة بهذه القضية انه ما يكونش عاقل انه يهمه انه يسير فوق جثث الناس انه يحاول بدل انه يحل القضية تاع الانسان هذا ويحل الخطأ لانه قضية انك تتجاوز في حق واحد كما نقوله معتقل رأي انك تحجر على رأيه انك تتجاوز أمر مش مرتبط به كشخص لما تحلي بل أنك تحفظ الرأي للجميع لا هو يفضل كين نوع من الناس يفضل أنه يجعل من صاحب الرأي هذا قديسا أو شهيدا أو مظلوما أو منكوبا بمجرد أنه يستخدمها
كورقة ولا كوسيلة. قولتي عبلة ما تقولش حبابة بلي راني شطحت على الكرش. ممثل شبه شرعي تاعهم. ايه. بالنسبة للنظام خويا احنا السيرورة اللي كان ماشي بها النظام وهذا اللي يعنينا 57 سنة ولا 20 سنة الاخر دخلوا البلاد في الحيط فسدوا اكثر من 1000 مليار ما بناوش الاقتصاد خلاونا بالكلمة الجملة اللي تختصر وضعية بلادنا شعب فقير في بلد غني. احنا الشيء هذا ما عشبناش هذه بلادنا احنا نحبوا نبنيوها قاعدين نقولوا بلي المنظومة السياسية لازم تتغير المنظومة القانونية لازم تتغير باش يكون ازدهار اقتصادي. بسكوتشو وقهوة عليك. عندنا ثقة في القضاء الجزائري في معالجة مثل هذه المواضيع لأنه نفس الشيء قلنا احنا جايين من أجل البناء واستكمال البناء وليس من أجل الهدم أنه نقولوا أنه ما كاين والو لا كاين الكثير ومثل ما كاين الكثير من الجيد كاين نقدر نقولوا أيضا نمشي مع الناس أنه كاين الكثير من السيء وكجي أسباب ولا تسبيبات نتاعنا هو دستور منحة يعني كما تحدثنا احنا وقلنا بلي راهو الدستور اللي تسير ازمه سياسيه شدها النظام وفقط هذا ما كان هذا اللي تم انشاؤه فتم يعني تلقى الناس اللي ساغت ولا المجموعه تاع القانونيين اللي ساغت كما قلت انت في اطار تكليف قام بها رئيس الجمهوريه بتكليفهم عن طريقها حطوا لهم اسس انه انت لازم تمركز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية لأنك أصلاً راك في وقت أزمة باش النظام يتجاوز الأزمة السياسية نتاعو يروح لحالة أكثر أريحية بعد عهدة ولا عهدتين وانت عاود تستقر أمور للنظام السياسي في الجزائر فالانطلاقة أنه ما كانتش لحل ولا مشروع ولا دستور نهضة يساهم في ترقية الحياة السياسية في الجزائر بحيث يسمح تطور اقتصادي وغيره فحتى يشوفوا الناس مظاهر بتاع توازن السلطات والفصل بين السلطات وسلطة تشريعية تعمل بشكل فعال وتقوم بأدوارها المطلوبة منها اللي هي التشريع والرقابة خاصة وفي المقابل أيضا نفس الشيء سلطة قضائية اللي سموها رغم أنهم بدلوا التسميات كما سموا السلطة القضائية استخدموا لفظ العدالة في الفصل الخاص فيها في الدستور بدلوا مصطلح السلطة القضائية يعني سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة قضائية بدلوها بالعدالة ونفس الشيء بدلوا المجلس الدستوري وسموه محكمة دستورية لكن تغيير التسميات هذو ما يغير الشكل العام اللي كيما أسلفت انت يؤدي مباشرة من أي قراءة أولى لأي إنسان مش قانوني إنسان مثقف بعض الشيء عنده نوع من الثقافة القانونية يدرك باللي نظام رئاسي جوز الرئاسي يعني رئاسوي لأنه طبعا النظام الرئاسي مش ملكي هذه مصطلح لانه كما قلنا الدستور اللي تم وضعه بطريقه دساتير المنحه التي تمنح في الانظمه الملكيه يعني والله انا نمنح حق التظاهر كما اسلفنا في قضيه الحقوق والحريات هي فهمتني استغفر خيرك بالله الله يبارك فيك ما كنتش عارفين يا جماعه باللي هذه كيسمعوا بها الاجناس في الخارج والجورناليز يجوا يصورونا ويتحدثوا معايا فهمتني ربما يحطوا الصورة نتاعي في الصحف سمعتني قال سي مخلوف البومباردي فهمتني راه طلع فهمتني نائب نتاع لا 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 وش يسموها هذه باش يكون رئيس دائرة وربما أكثر أيضا لكي لا أطيل تم تناول ما جاء في مسودة الدستور أو مشروع الدستور الذي هو أو قانون الدستور بصيغة أصح الذي هو الأستاذ باسم بنيت معنا الأستاذ قانون دستوري نكونوا دقيقين هو قانون الدستور الذي طرح للاستفتاء حاليا تناولنا الجانب هذا تناولنا كثير من النقاط التي وردت فيه النقلة النوعية التي تمت عن طريق انتقالنا من فكرة المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في تطوير أمور الرقابة مثل ما تحدثنا على أهم هاجسين يؤرقوا المواطن الجزائري هما الاستبداد والفساد فالاستبداد يسمح أنه يكون عندنا تمديد لعهدات وانتخاب ناس وتنصيبهم مثل الرئيس المخلوع من 2013 إلى 2019 في غياب تطبيق فعلي للنص رغم أن المؤسسة موجودة والنص موجود المادة 102 كانت أمامنا في وجوهنا بالتعديل 2016 كانت مادة 88 كانت موجودة أمامنا والمؤسسة كانت موجودة اللي هي المجلس الدستوري ولكن ما قدرناش نحركه ونفعله الأمر فالانتقال نحو فكرة المحكمة الدستورية أمر إيجابي ومن المهم أن يثمن وأن يتم عليه الإضافات لأن الإضافات تشتم في القانون العضوي ما يسمح بها القانون العضوي
وهذا لازم ينال جانب مهم للاهتمام. نفس الشيء بالنسبة لقضية الحقوق والحريات، يعني بما أنه تحدثنا عليها، ولكن أنا تحدثت عن المحكمة الدستورية لأنها الضامن لحماية الحريات والحقوق، يعني من أهم أدوات الضمان أنك تمد للمواطن الحق في الدفع بعدم الدستورية، أنك تمد لمنتخبيه الحق في الإخطار وأنهم يتحركوا للدفع بعدم الدستورية في أي قانون يقدر يقمع الحرية والحق. وتحدثنا أيضا عن المكتسبات منها. حق التظاهر يعني بالتصريح، وحق الاجتماع وإنشاء الجمعيات، هي أمور اكتسبناها لما قمنا بحركة، قمنا بحراك لما كنا على الميدان وخرجنا شوية من الجانب نتاع الكلام من أجل الكلام، النقد من أجل النقد، المعارضة من أجل المعارضة. أيها الشعب لقد قمنا بال اسمها اللي احنا قمنا بيها الثورة. لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولن نتعاطى مع ما تدري ضربة كده ما تدري غير منين ما تدري غير كده ما تدري غير كده ما تدري غير كده. الأيام وترجع فرنسا، يا خويا جدك إلي لي دوماج، راحت إلي لي دوماج.